خص التجمعات هذه يعني الباغيين يروحوا للخارج يعني في مهمه او في نزهه يعني سي با لو مومون دو دالي دون دي بي و لا ترانسميسيون اي تاكتيف. نطلبوا من المواطنين تاعنا باش دو ريبورتي لور فواياج ما يروحوش ما يمشيوش على مستوى البلدان اللي فيه يعني تكاثر الحالات الا عند الضروره، واللي كانت ولا كانت الضروره لازم ياخذوا بعين الاعتبار كل تدابير الوقايه. وايضا نصحوا الناس يعني المواطنين اللي عايشين في يعني في الخارج باش اذا حبوا يعني يجيو يعني في زياره عائليه ماهوش الوقت هذا يعني لانهم يقدروا يجيو امراض ويتسبوا ايضا في انتشار الوباء على مستوى الوطني.